احنا كعائلة شهيد عمر فاضل رحمة الله على روحه نتضامن مع عائلة الشهيد وأم الشهيد إيهاب الوزني، والرحمة والخلود لشهداء العراق، لشهداء تشرين، الأبطال اللي ضحوا بحياتهم من أجل الوطن ومن أجل قضية. فنبلغ أم إيهاب الله يرحمه الشهيد البطل، احنا كل احنا نموت في قضية إيهاب من أجل إيهاب، كل احنا مشاريع استشهاد. طيب يعني أستاذ هشام، هناك تعويل أخير على الدور الأممي، خاصة بعد لقاء السيدة أم إيهاب رحمه الله بممثلة الأمم المتحدة السيدة بلاس خارت. إذن هناك تعويل على هذا الدور الأممي، أنتم هل تعولون على ذلك الدور أم لا؟ والله احنا بعد ما ظلت عندنا وسيلة ولا طريقة غير الأمم المتحدة نقدم لها شكوى الشعب، هذا الشعب المظلوم، الشعب المحروم، الشعب اللي جاي ينقتلون أولاده بدم بارد، ما جاي نشوف حل ونتيجة، وما خلينا باب ما دقيناه، ما خلينا إنسان ما رحنا له وقلنا له من أجل قضية بلد. هي مو قضية، هم ما طالعين عبث، شباب ثارين طلعوا من أجل مصلحة وطن، يردون يبنون هذا الوطن حالهم حال أي بلدان، أي البلدان، هاي البلدان اللي مجاورة. بعد ما عندنا وسيلة غير الأمم المتحدة ومجلس الأمن. طيب أستاذ هشام، يعني مؤسسة الشهداء هل شملتكم بأي حقوق من حقوق الشهداء؟ العفو، أيد السؤال. بالنسبة لمؤسسة الشهداء، يعني هل شملتكم بأي حقوق؟ والله أختي، هي المسألة مو مسألة حقوق ومؤسسة ومادة وفلوس، هي مسألة مسألة وطن. المسألة الشباب اللي طلعوا ثورة تشرين، هي المسألة مسألة وطن. يعني هم مو طلعوا يدورون مادة ويدورون وظيفة يريد وطن. هي المسألة، هي بالبداية الهتاف، هي المسألة أريد وطن. أنا أريد أن وطن أعيش به، حالي حال البلدان. المسألة مو مسألة مادية، ومسألة مسألة وطن، مسألة كرامة، هاي هي المسألة بالدرجة الأولى.